إلا كان راجلك لاباس عليه وحصلتيه مع شي مرأة، عرفي بأنه كيمشي مع 10 ديال العيالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيدايرين أخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الأوفياء لهذه القناة هذه المتواضعة ولهذا العبد الضعيف. باش ما نطولش عليكم أخوتي المغاربة، ندخل في الموضوع ديريكت. كلكم على علم بهذيك المرة اللي خرجت في واحد المنبر إعلامي، مسكينة بقى فيها الحال حيت الزوج ديالها مستشار جماعي. اسمع مزيان، مستشار جماعي زعما عنده الفلوس لاباس عليه، وحصلته مع عشيقته طبيبة، وحتى هي قال لك مزوجة، يعني اللي مزوجة حتى هي كتخون، واللي مزوج كيخون. يعني ما تفهمت شي حاجة في المغرب، ما دمت في المغرب فلا تستغرب. هادشي هذا كثر بزاف في المغرب، الله يحضر السلامة. كنخاف عليكم اخوتي المغاربة، مشي طومبيط ليستر، مشي زلزال ولا شي اعصار يجي من فيرجينيا ويجي ديريكتوم ويهود المغرب، الله يستر. هادشي اللي كنخاف عليه انايا. غادي نمشي معكم دقة دقة اخوتي المغاربة باش تفهموا القصة ديال هاد المرأة هادي. هاد المرأة هادي يا سيدي مزوجة واحد السيد مستشار جماعي، وحصلاتو مع عشيقته الطبيبة. ما مشاتش عند الراجل ديالها، تابع الراجل ديالها، تابعت الطبيبة، حيت الراجل ديالها مينور، هو غير رشيد، مازال صغير مسكين، وحصلاتو مع ديك الطبيبة. هي كتابع الطبيبة ماشي تابع الزوج ديالها. نتمنى الرسالة ديالي توصل لهذوك العيالات اللي كيبغيو يتزوجوا راجل لاباس عليه، عنده الديور وعنده الطونوبيلات. هاد الرسالة هادي موجهة خصيصا ليكم. هاد المرأة هادي حصلت داك الراجل هذاك اللي هو راجلها مع هاد الطبيبة هادي، وتابعت الطبيبة هي وخلات الراجل ديالها. إما الراجل ديالها صغير مينور مازال عنده 15 عام، ولا الراجل ديالها كان كيغوت وكواك الحق، نقديني يا مرتي ونقديني، راه جراني هادي، راه جراني. دخلت لعندهم للدار هاد المرأة هادي، الطبيبة للدار ديالهم لداخل، وجرت السيد من السداري وخرج به هاربة به بحال الكروكوديل بحال التمساح. والمرأة كتجبد وهي كتجبد، والراجل كيغوت، نقديني يا المرأة، نقديني يا مرتي العزيزة، راه هاربة بيا الطبيبة، نقديني. المرأة اللي كيخونها الزوج ديالها مع شي وحدة، ما خصهاش تهضر مع هذيك الوحدة، مع هذيك المرأة هذيك، حيت الراجل ديالها راه راشد، ما عندهاش مشكل هي مع هذيك المرأة هذيك. بحال إلا قلتي مثلا شي واحد كيحصل المرأة ديالو كتخونو مع واحد السيد بخاطرها في شي بلاصة، كيمشي هو كيقتل داك الراجل هذاك، علاش نقتل أنا داك الراجل هذاك؟ لقى المرأة ديالي مع شي واحد مثلا. إلا لقيت المرأة ديالي مع شي واحد، غادي نقول داك السيد ها السلام ديالك، نعطيه السلام ديالو، نقرد فلو نقول له ها السلام ديالك، وهي اللي غادي نبزق عليها، وغادي نمشي بحالتي للمحكمة وندير الطلاق. هذيك المرأة هذيك أصلا ما عندها ما دير بك، وكا كانت كتبغيك فعلا أنت كشخص ما غاتمشيش مع داك السيد هذاك. هذاك السيد عنده شي حاجة مثلا زايدة عليك أنت مثلا، إما لاباس عليه وأنت فقير، إما أنت ما عطاكش الله واحد الجمال كافي وهو شافت فيه واحد الزين وشي حاجة يعني اللي زايدة يعني عليك أنتيا. داكشي باش مشات معاه، ولا تعمات هي ما عماهاش الله، حيت حنا كنقولوا في المغرب عماه الله، راه هي اللي تعمات. خصك ما تمشيش عند داك السيد هذاك تهضر معاه، هضر مع المراه ديالك، هي اللي مشات معاه، قول لها شنو كديري هنايا وكذا، وهذا وهادشي اللي كديري هذا راه حرام في الدين ديالنا ديال الاسلام. المهم غتلقاي الورقه ديالك سبقاتك للدار، سير بحال تقلب على اللي تصلح لك اصاحبي، ما تقتلوش وتمشي تفني الحياه ديالك في الحبس. انا اللي ما بغيتش نفهم اخوتي المغاربه ودخلني فيه العجب، ان هاد السيده هادي قال لك بان ديك السيده هذيك اللي كانت مع راجلها العشيقه ديالو بانها تعتقلات، يعني اخبار زوينه تعتقلات. زعما الا تعتقلات هذيك السيده هذيك، الراجل ديالك صافي غادي يبرى، ما غيبغاش يمشي مع العيالات، عمر الشطاح ينساز الكتف. الزوج ديالك قلت لك لاباس عليه، الا حصلتيه المره الاولى مع شي وحده راه مرض فيه هذاك، راه ما غاديش يبرى منه، راه واخا تعتقل هذيك راه غادي يمشي يعاود مع مراه اخرى، راه ماشي حل هذاك، الحل ماشي هو هذا. خصك تتابعي راجلك، ما تتابعيش ديك المراه هذيك، حيت هو كيعرف اشنو كيدير بعقله، هو انسان راشد. المراه اللي ما كترضاش بالقسمه والنصيب وما كتبغيش تبني الحياه ديالها كي كنقولوا من الزيرو مع الزوج ديالها ديال المستقبل، كتخلص الضريبه في التالي، حيت هي اللي كتقول لك لا انا ما نتزوجش، هذا ما عندوش، خصني شي واحد لاباس عليه. والديها كيقول لها خصك دي هذا مستشار جماعي نائب برلماني، شي واحد لاباس عليه مثلا طبيب وكذا، وفي التالي كيكحل لها العين. علاش؟ حيت كيكون مثلا زنديق كيمشي مع العيالات بزاف، ولا ما كيجيش كاع للدار كيسهر بزاف، سكايري كيمشي مع العيالات وكيخليها بوحدها في الدار، شنو غادير انا بالفلوس؟ ها الفلوس عندي، ها الفيلا، كلشي عندي، والو الراجل ما كاينش، جالسه بوحدي ما بين ربعة الحيوط، كضطر حتى هي الا ما كانتش عندها الايمان قوي بالله كديماري الطونوبيل حتى هي، وكتخرج في العشيه البولفار، وكتدبر حتى هي على شي شاب مثلا، وكتمشي معاه كدير معاه علاقه، راجلها بجي وهي بجي، وكيديروا بجوج الفساد. داكشي باش قلت لكم في الاول كنخاف عليكم شي اعصار اللي يسري يهود من فيرجينيا ديريكت للمغرب. علاش قلت لكم هاد الهضره اخوتي المغاربه؟ حيت واحد السيده كانت مزوجه بواحد السيد رجل اعمال،
وكان كيطلع لطنجة بزاف، كيقول لها كنتلاقى مع رجال الأعمال تما، حيت طنجة معروفة بالاستثمارات فيها شركات وزينات. كيقول لها راه كنتلاقى مع رجال الأعمال وكنتذاكروا على المشاريع. كيجلس سيمانة 10 أيام، كيخليها بوحديتها في الدار البيضاء ما بين ربعة ديال الحيوط. كيقول لها تجوجتي بيا على الفلوس ديالي، ها الفلوس خليتهم لك، ما تجوجتيش بيا كشخص. وكيشوف فيها واحد النظرة ديال الاحتقار، هي بحال شي فاز ديال الورد محطوط في الدخلة ديال الباب، فيها الورد الصفر الأحمر غير كيتمنظر فيه وكيشم الريحة ديالو. هي ما عندها لا احتياجات لا حتى شي حاجة، هاد المرأة هادي ما عندهاش الاحتياجات ديالها. كيقول لها حتى ترشق ليا ونهود، ها الفلوس عندك خليت لك كل شيء، منين كترشق له كيهود كتبدا تبرصت، وا الراجل الراجل كيفاش كدا، واش تا ديما لي هاني في مراكش هاني في طنجة هاني كدا. والسيد راه كيطلع لطنجة كيدوز الليالي الحمراء تماك، ما عندوش هو يعني مشاريع في طنجة، ما يمكنش تدير اجتماعات في 10 أيام كاع، أنت ما عندك لا مرا ما عندك حتى شي حاجة كتساينك مثلا. كيقول لها المرا الله يجازيك بخير ما تقلقيليش راحتي دبري على راسك، ديما كيقول لها دبري على راسك، كيحشي فيها الهضرة ما بغاتش تفهم. حتى واحد النهار يخرج ديريكت معاها قال لها قلت لك هزي الكونتاكت ديال الطونوبيل وسيري حتى انت خرجي دبري على راسك، ما تبقيش تسينيني انا ما تعوليش عليا. ما فهمتش انا هاد السيد مجوج هاد السيده هادي اشنو غادي يدير بيها، كيقول لها سيري دبري على راسك خرجي دبري على راسك. ما فهمت انا والو، فين غاديين هاد الناس هادو بالمغرب اللي كيكونوا عنده الطونوبيلات والديور، كيكون كيزعم وكيتلاقى مع ناس كيزعموه. شي واحد مثلا لاباس عليه كيجلس مع صاحبه كيفتح له العينين كيقول له الحاج او عندك تبارك الله 10 ديال الديور، واش دوك الديور غادي يبقاو خاويين؟ وراك مازال صغير ومازال صحيح، خاصك تعمر دير العمارة تعمر الديور. الحمد لله الخير موجود الحاج، واش انت تبقى غير في الرادي غير مع مره وحده؟ واش دابا 20 عام وانت مع الحاجه الغاليه ولا ما نعرف المراه ديالو؟ ايوا خاصك تعمرنا سيدي عمر، خصنا ندير لنا شي زرده ان شاء الله الرحمن الرحيم، راك مازال صغير وعيش حياتك صاحبي. الشرع عطى اربعه فعلا الله عطانا اربعه، ولكن هذيك المراه هذيك الا ما كان فيها لا ديف ولا حتى شي حاجه وكتلبي لك الرغبات ديالك يعني الاحتياجات ديالك يعني اي حاجه تطيب لك كدا كتقابلك، علاش انت غادي تجوج؟ تاش غادير بهاد الثانيه؟ ما تبدل صاحبك غير ماكرف. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، كنتمنى الرساله ديالي توصل للناس المعنيين بالامر، كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.